لما يجيب لك سؤال ويقول لك اكتب النسبة في ابسط صورة 18 الى 54 او 15 الى 25، كل اللي انت هتعمله ان انت هتقول هنا مثلا انا عندي ال 15، ايه في ايه بيديني 15؟ ايه في ايه بيديني 25 في جدول الضرب؟ ايه في ايه بيديني 15؟ عندي 3 في 5. وايه في ايه بيديني 25؟ عندي ال 5 في 5. هتشيل المتكرر من هنا، هتشيل الخمسه دي مع الخمسه دي، يتفضل لك ايه؟ يتفضل لي 3 الى 5. طب هنا 18 وهنا 54، ناخد ال 54 علشان دي اسهلهم. ال 54 هنا عندي 6 في 9، طب ال 18 انا عندي يا مصر هنا 18 عندي 3 في 6، وعندي كمان ال 18 وعندي ال 2 في 9، هختار انهى؟ انا عندي 6 في 9 وعندي هنا ال 6 وعندي هنا ال 9، هختار الكبيره. يعني هختار هنا ال 2 في 9. من مصلحتك انك تختار الكبيره. هنشيل التسعة دي مع التسعة دي، هيتفضل لك اتنين ويتفضل لك هنا ايه؟ ستة. طبعا لازم تتأكد ان هو برضو ما عادش لسه بتقبل اسمك، لان انا ببسطها في ابسط صورة. فالاتنين ديت عبارة عن اتنين في واحد، الستة ديت اللي اتنين في تلاتة، هنشيل الاتنين مع الاتنين يتفضل لي واحد الى تلاتة. طب لما يجي يقول لي برضو مسألة تانية، واحد وعشرين الى تسعة، التسعة ديت عندي تلاتة في تلاتة، وعندي الواحد وعشرين تلاتة في سبعة، هنشيل المتكرر، من المتكرر التلاتة دي تروح مع دي، يتفضل لي 7 إلى 3. بس كده المسألة خلصت. طب لما يجي يقول لي مثلا 500 إلى 700، دي أتفه المسائل، هنعمل إيه؟ نشيل الصفر ده مع الصفر ده، ونشيل الصفر ده مع الصفر ده، يتفضل. طب لما يجي يقول لي 36 إلى 27، طبعا أنت عارف إن 27 ديت عبارة عن 3 في 9. طب ال 36 عندي طبعا إيه إيه إيه، فكر هتيجي تبص هتلاقي ال 4 في 9. هنشيل التسعة دي مع التسعة دي، هيتفضل لي 4 إلى 3. طب 15 على 45 هيها 15 إلى 45، مش هتفرق. ال 15 دي كان في كام؟ 3 في 5. ال 45 دي كان في كام؟ 5 في 9. هنشيل 5 دي مع ال 5 دي، اتفضل لي 3 إلى 9. برضه لسه بتقبل اسمه. ال 3 دي 3 في 1، وال 9 دي 3 في 3. ال 3 دي تروح مع ال 3 دي، اتفضل لي 1 إلى 3. طب عندي هنا 30 الى 55، هيبقى 30 الى 55. 30 ديت 5 في 6، 5 في 6 ب 30، وال 55 5 في 11. هنشيل 5 مع ال 5، هيتفضل لي 6 وال 11.